الحين بسألكم يا شباب. الحين هل نحن وحدنا؟ الله معنا سبحانه. بس عندي سؤال، هل في ناس في الفضاء؟ إيه في الفضاء هذا اللي ما دخل مخي. وشو؟ الفضاء هذا اللي ما دخل مخي. استغفر الله العظيم. لا قصدي اللي يروحون للفضاء. إيه رواد الفضاء. تدري إن كم تجربة إنك تروح الفضاء؟ توقع كيف كم تجربة؟ تدفع فلوس إن تروح الفضاء كم؟ أدفع فلوس؟ لا بدفع بقعد في الأرض بلاش. بقعد في الواقع. اللهم لك الحمد. الزلانك صار. رايح وين؟ الفضاء وش اللي يوديه؟ طيارة الناس ولا السعودية؟ صاروخ من الطيران. سألك بالله. اي والله. ما علينا ابو راحه، ما علينا. شو يقول؟ يوديني صاروخ؟ يوديك صاروخ بس بدون اسماء يا شركات. ها؟ لا بس صاروخ من راح تكسر على ثلاث اجزاء. صح ثلاث اجزاء يعني زي الجمله قطع ثلاث. قطع ثلاث اجزاء. اول شيء ينفك الشكل السفلي. احسنت بارك الله فيك واحسن الله اليك. في النص وما تكون في الاخير. ما عاد يقعد الا واحد. وش اللي بيردني؟ عاد اللي بردك ما ادري. تعال يا ولد فتحت موضوع ورطت انا فيه. ولد. الحين ما راح الرجال وطار وتقطعت الثلاث القطع. احسنت. ايش اللي عاد بيرده؟ هذه هو بيقعد الصاروخ لين يجي الفضاء. تكون من ثاني ال شو اسمه هو؟ اكسيد الكربون. قل معي في صاروخ في ثلاث قطع صح ولا لا؟ اول ما يطير تنشال قطعه. نعم قطعه ثانيه. لو وصل طلع من الغلاف الجوي تنشال قطعه ثانيه. يا سلام. تبغى قطعه ثانيه وين تروح هذه؟ هذه تصل الى الفضاء. فبعدها ماذا يكون؟ يكون راس الصاروخ اللي فيه رواد الفضاء. في موقع المجرة الفضائية. ولكن الرجال يقدر ينزل المجرة هناك؟ لا ما يقدر. بيقعد في الصاروخ. يقعد يشوف مطل على الفضاء. يقدر باللبس. ممكن هي على حسب. لكن ركز ترى يكون معاك واحد ضروري ما تروح لحالك. مساعد احتياط. نعم يسوق بك. طيب أنا عندي الفكرة بما أننا فاضيين وما عندنا شيء وش رأيك؟ الفضاء تم. ما تصمل ها؟ ما تصمل. تدروا على طار الفضاء ما تصمل في صامل والله في إيه والله في شخصية سمعته كلمة رجال رجال وعد قم جاهز نعطيك تدريب أنت بلياذة خذ التصويت بتشترون قبل تمارين نروح الفضاء تعرف أنت صح؟ ولعبتي. يا سلام عليك. هوب هوب نع 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 على جنب نع على جنب انت نا على جنب كذا نا سي سي هوب نا سي هوب سي نا هوب نا سي هوب نا نسي هوب نا سي هوب نا نزيك. يا سلام كانك شو تقول واتقلب على جبر الغلا اتقلب انا اتقلب في الفضاء تقلب عرفت عشان اقول لك هوب لا هوب كذا هوب نا نا سي سي هوب نا سي واتقلب على جمر الغلا اتقلب هوب هوب نا نا سي سي هوب هوب نا نا سي سي واتقلب على جمر الغلا بسيط اي بسيط. في تمرين ثاني حق وشو؟ الاكل في الفضاء. اجي تاكل اللقمه ترى تجي كذا عرفت يعني ما راح تاخذ راحتك. ايش تسوي؟ اي ايش تسوي؟ وتمرين الاكل ها ها با با انت خليتها من حقين الحجار القديمه. يا سلام عليك. ها ها با با ها ها با با من بادي الوقت وهذا طبع الايامي من بادي الوقت وهذا طبع الايامي عذبة الايام. ما يا سلام عليك. تمارين الاكل ماشي معك صح. وش باقي تمارين؟ يا اللهم صل. المشكله نسيت انا رواد فضاء قبل ما يقارب 30 سنه الان نسيت. قلت لك تمرين هوب باسي قلت لك تمارين الاكل. وش باقي؟ ايه باقي طال عمرك تمرين. يا سلام تمرين وقت النوم هناك. وش تسوي مثلا جاء وقت نوم هناك في الفضاء؟ كيف تنام فجاه وانت نايم طاير فوق؟ لا ما يصير. لازم تمرن على وقت النوم. تسوي زي كذا ها 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 ها
ها ها ها كأنك حاط ثلج في ظهرك كذا. ايه يلا امشي. بعدين ايش تسوي؟ امشي. يا منيتي يا سلا خاطري وانا احبك يا سلام. حرك 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 تمرين النوم ذا. جاك شد جاك شد. بسم الله عليك. ماشي صح ماشي صح ماشي صح. نزل كتوبك شوي. نزل كتوبك نزل كتوبك. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا سلام يا سلام. جاك شد صح ادري. يلا حركها يا منيتي يا سلام. عرفت حقين المحلات اللي يجيبونه ويسوون كذا. يا سلام عليك احسن. يا سلام يا زين القاع زينه. اي شفت كيف ترى صح يا زين القاع. انا هونت مرتاح. انا هونت. اي لا 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 افا افا انت وصمنا الفضاء الصامل انت الله يطول عمرك. تمرين اخير. تم تمرين اخير. ايش باقي تمرين يا رب لك الحمد. تمرين يا الله نسيت يا اخي. ايه تمرين قلنا وقت النوم وقلنا وقت مسكت معاك طال عمرك هناك تسوي لك شاهي في الفضاء. ايش تسوي؟ تجي طال عمرك تاخذ لك كوب شاهي هناك. هناك لو جيت تشرب الشاهي ينقلب معاك في الهواء يطير. بس ما يطير مثلا. شوف ايش العاد بجوده. ايوه. فبعدها ايش تسوي؟ لو جيت تشرب شاهي تقول روح. نزل الشاهي. خاف ما ينزل. خاف يطلع. لا لا, لا ينزل. لا لا ينزل. هو لو وصل للامعاء الداخليه بعدها تمرين شرب الشاهي. قبل تشرب الشاهي عشان ما يدور عليك الشاهي. ها ها لا فرق فرق كذا. ها قلده. ايوه خلني اقول شو كانك راكب دباب. ها 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 ابطال الجمهوريه بحدود العالميه عاملين فكره جهنميه. درت درتني طن من عباسيه خيا من مر. يا سلام عليك. مبروك مبروك مبروك. روح اذكر الفضاء ان شاء الله عما قريب. التوفيق لك. نجاح نجاح في الاختبار. انت تقول رحلتك لبرايم الفضاء. فضاء فضاء. ايه سعود ودك تروح فضاء؟ لا ودي اروح برايم. اسمع ودك تروح برايم؟ لا امزح استغفر الله. في مرة من المرات رائدة فضاء كانت عندها رحلة انها تروح للفضاء. انا بعطيك باختصار يعني انكس فيها الحال. بدل ما تروح المريخ وين راحت؟ ميلت يم الشمس. والشمس الشمس معروف ان جاذبيتها قوية وحرارتها قوية. تحرقها. يقول ما مدايم قربت شيء بسيط وهي تحرقها. جسمها مو مع لا اللي بعده. الطيارة. مو بالطيارة. اللي تطير. صاروخ. لا لا المرة المرة وين غدر؟ المرة ما في. راحت قد هي رايحة. اي ما تخيل جسمها ما من قوة حرارة الشمس. وجه الله الله يكفينا الشر. حتى يقولون كانت مسوية رسالة صوتية مسجلة صوت عشان الناس يدرون فيها بعدين. وخذوها حق المختبرات وأخذوا الصوت. وش الرسالة؟ ما ادري. سعود قم ابيك قم. الله يعينك يا سعود. صعب الاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم. لا معك معك انا اللي علم هو اللي علم. اوف اوف ربي كلام كبير. وين ودك تروح انت؟ تمرين برايم؟ اي برايم؟ يلا صدق والله لازم تطبق. شو بقدم طعام انا؟ يا اخي نفذ. يلا لا جيبها من ورا. لا لا يا لا نادى الله جات على من تمنى. هتمرين برايم عشان وشو؟ اذا جاك برايم تحزن صح؟ في واحد بيطلع من اخوياك فتصير وشو؟ طبطب عليه. هذا انت طبطب واقول لحمد الله جات على لا انا اعطيك تمرين اعطيك شيء حزين يعني وهي كذا لا ما تصير. فانت رايح برايم اي طبطب على راسك يقول لك كذا ها انت حزين. هذا التمرين الاول. يا سلام. التمرين الثاني كيف في البرايم يجيك شعور انك مثلا تكون حزين صح؟ قل معي اكل بصل خلاص. لا شد دم عيوني. قل معي سن سن. لا لا معليش معليش الريحه ما يقول شيء حبيبي ركز. تمرين برايم سوي معي. ها ها كذا تبكي برايم. اذا جاك احد مثلا طلع خرج شفت كيف؟ التمرين الثالث في البرايم كيف تسوي مثلا شيء ما حد سواه. بسم الله. تم مغادرة محمد الرزقي. شفت كيف؟ فهذه ثلاث طرق. ما تتسالفه. هذه ثلاث طرق لترحيل مثلا
اذا جاك في اخبارك ان طيب امورك تمام الله يشوفك كيف حالك شرفنا فيك الله يشوفك. ففي ثلاث اشياء في الابراهيم انت امورك عساك مرتاح والله بخير امورك تمام الله يشوفك يا الله يطول عمرك والله. ففي ثلاث اشياء ممكن تساعدك انك تكون في الابراهيم ممكن حزين او شخص ممكن يمنع من الخج في الاذن الوسطى او من الاهداء الداخلي النفس المحيط الهادي المتكون من انبعاث في ال- 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 الذات. هل هل, هل 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 انت فهمت ذلك؟ يعني بالاسبانيه اقول لبابي افريكاتو خيستوما براسيبا سي خنوط برصا باريتو هنا بعد ما يفهم هذا بيفهم العربي اي صح تكلم كلم كلامك. طيب وش حاب تتكلم عن موضوع اي شيء طال عمرك اي موضوع اي استفسار؟ عندي سؤال. لو خيروك يوم واحد كامل تختار نوع من انواع الحيوانات مش تختار وتصورني؟ هذا سؤال. مش تختار؟ اختارك اكيد. لا خلني انا صدق واصدق. لو خيارك يوم واحد كامل تختار نوع من انواع الحيوانات تكون مثلها وش تختار؟ اكون مثلها؟ اي يعني نفس الشكل نفس كل شيء. وش تختار؟ ابغى اسمه اكون اكون طير. يا سلام. وانت اكون طال عمرك عشان اطير؟ لا اكون اشد. عشان ذاك جاي تسميهم قلوب الاشبال. حبيت حبيت. لا المستوى حبيت. ابغى اصير الكسلان. تعرف الكسلان؟ وشو؟ سفره اسمها سفره الكسلان. لا الكسلان اللي بيقول الله يمشي. الكوالا اسمه. لا كسلان تمساح. عرفت ايش جوه ذاك؟ كسلان اللي كان عبد الله تيبي يلا يتحرك. عرفته 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 اللي في الشاره يلا يتحرك اللي في سكر. هذه مويه الكسلان بياخذ تركب ياخذها يقول كذا سلو موشن يعني. عرفت حيوان بحري ولا بري؟ بري. يتسلق الاشجار وكذا يعني. يا اخي تعال سعود سعود تعال لو سمحت. هوبا رجعنا عليكم. ما في صدى يا اخوي. يا منيب يا منيب. بسم الله 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 بسم الله. خلاص ما في صدى. في صدى. شوف ركز انت لما تصير انت ما شاء الله هيئتك هيئه فنان كامل متكامل والكامل وجه الله سبحانه ما شاء الله تبارك الله كانك هاري بوتر من نسيم ما شاء الله تبارك الله عليك. القصه جميله ورائعه بس ناقصك انك تأدي. خذ الميكروفون. يا سلام مسكتك الميكروفون كانك ماسك عصير مره غلط. وقفتك لا فك الوقفه. يا سلام عليك ارفع راسك فوق. يا لا مو كذا مو لهالدرجه. يا سلام عليك. ابغاك تعطيني اغنيه على السريع للفنان محمد عبده. منو محمد عبده؟ ابو نوره. من اللي بيعرف ابو نوره؟ اي عرفت عرفت. إيه. عطني وينك يا درب المحبه. يلا انا ما يسترو. ها خلاص حبيبي خلاص. يلا مع الفنان سعود علوش. حبيبي حسران انت. بسرعه بسرعه تعال يا حبيبي. يلا يلا تعال هنا. يا سلام يا سلام. وينك يا درب المحبه؟ شوف وينك. لا 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 ضبطك. يلا على انها انت لا بعد رزقي. وينك يا درب المحبة؟ وينك يا درب المحبة؟ هلق فلوك الحبايب، هلق فلوك الحبايب، كذبوا علي ألف كذبة، كذبوا علي ألف كذبة وظن. صداع صداع صوتي اختفى. صداع صوتي اختفى. كم تنا كم تنا. يلا غني. يلا يلا غني. ترى صوتي حلو صدق. يلا عشان غني. تبي اغني لك؟ يلا. كل ما سجلت يا محسن طرالي زادت اللعاب هزتني شجوني صاحب ماله من العالم بفادي لملك روحي واحساسي وكوني. الله. كل ما غنيت من صوتك حلو. ورحمة دقيقة دقيقة ابو رحمة. أنت ما تدري إيش معنى الراب؟ ما تدري؟ ما يدري. مثلا عطني بيت. شو؟ عطني بس. لا لا مو كذا. على وجهك يا. لا 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 لا.
لا مو قصدي كذا، مو قصدي لا لا والله، لا والله هو قصدي هو قصدي بيت، لا 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 مو قصدي ببالك، لا لا ابو رحمه قصدي في الرابع عرفت. اي نفسك اشوى كابتن، انا كابتن عطري بيت هناك مثلا، تدري ايش يقول؟ شو اول يومي في الدراسه أول ابتدائي في ظهري شنطتي، أمي لبستني ردائي على باب المدرسة، كان هناك معلمين ابني قبل اليدين أبي قبل الجبين أبشرك، صرت أفك الخط وأعرف في الألف باء، علموني ديني والتوحيد وعندي أصدقاء، بس اللي كنت ما أحبه وأعتبره منهم غباء لما هذه ما فيها رجل عرفت؟ بعدين تشيك محقق ليش؟ نظارة وطاقية كأنك ذبان يا رجل. غن غن عربي أحسن لك سم؟ غن عربي أحسن لك على خشب غني أوردو عربي. هذا عربي؟ لا والله. اي والله 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 المشكله فيك مو فيها. اي والله رحب هب 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 تعال افزع لي الانجليزيين يا ولد. ليه انجليش؟ انجليزيين دول يغنوا انجليز كله كله. ها جود ايفنينج ايش يقول مساعد؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مقرون بانفاسي، ولا خلوت الى قوم احدثهم الا وكنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت لشرب الماء من عطش الا ورايت خيالا منك في الكاس. الله اكبر. ابوك حطها معك، حطها النظاره، حطها صراف عند راسي، تعين عند راسي. الله يشوفك الله يرحمك. راح عند راسي تعين صرافه. سلمت يا سيدي، القصيده سلمت صح الله.